نحن منا حلفاء مع السعودية، ما بنقبل حط حالنا مع حدا يعيا كحليف، نحن غير. بأحد المرجعيات العربية أول ما تعذبوا شو بدهم الأمريكان بده يصير؟ طول عمر السوري إله يد بلبنان، ورغم إنه بالفترة طلع فيها وما عاد تدخل عم يكون عنده هون إله عيون وإله يد. بظل التغيرات اللي صارت بالمنطقة عم بتقلي صار عندكم اسم، يعني حتنزلوا باسم حتسموا. اليوم تماشي مع الوطن العربي بيعد البيت أشرف له، كان هو أو غيره. أنا هيك عنده هذه الرؤية، هو أخذها هيك، أنا بيهمني هو وبحترم جمهوره كمان طبعاً. إذا بيعتبرني هيك حقه، ساعتها بعتذر. هلا بدي حسنها أكثر ردا على هالكلام، وبدي على بكره أتصور معه. لو بحبك كنت بقول لك وقف الحلقة، بس ما بحبك ما حقول لك شيء. متابعينا الكرام، رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء خاص عبر منصة جسور، وبيسعدني بهالحلقة أني رحب بعضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وحبيب القلب. هلا يعتبر أنت عندي ولا أنا عندك؟ ما أنت بطريقتك هلا وكأنه أنا عندك حبيب القلب. أنت بالقلب دايما. أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. هل تعتبر هذه القمة اليوم رح تكون مفصل بالعالم العربي ورح يكون لها تأثير إيجابي، وهل لبنان على سلم أولويات هذه القمة؟ يعني القمة طبعاً حتأسس لانطلاقة جديدة بدخول الدم الجديد. يعني اليوم بدنا نقول ولي العهد السعودي مركب إلي جديد بالعمل، فبرأيي هذه القمة عليها مثل بقولوا الأنظار وناطرين يعني ما بعد القمة شو حتكون النتائج. وبعتقد لبنان حيكون من الأولويات لكل الوطن العربي بحب لبنان يكون بخير. حضرتك قلت دم جديد، ماذا تقصد بالدم الجديد؟ يعني شوف، السعودية إلى تاريخ بشأن العام والعمل السياسي والمعترك السياسي، ولكن ولي العهد عمل عمل متقدم. نعم، هالعمل المتقدم ممكن يكون في نتلاقى معه كمان نحن هون كلبنان، ويتلاقى معه كل الدول العربية على إنجاح الازدهار العربي، الأمن العربي، الانفراج العربي، كلنا متأملين هذه الحالة اللي هو منطلق منها بنقاط كتير إيجابية 25-30. طب سعادتك، هل عم بتلاقي اليوم لبنان على سلم أولويات المملكة العربية السعودية تحديدا؟ يا أخي على سلم الأولويات، بس بعتب، يعني بيعتبروا لازم لبنان يكون أحسن من هيك، بيعتبروا مرقت مرحلة ذهبية على لبنان، يكون الشعب اللبناني استفاد من التاريخ، من الماضي، من العمل، من الدعم الإيجابي من الدول. كان يعني عندهم عتب، بس ولكن ما حيرجعوا يتخلوا على لبنان، لأنه لبنان نحن هني بدي يتحملونا، هني أمنا وبينا بدي يتحملونا. معلش، طب حضرتك عم بتقول في عتب، مين بيتحمل ما حصل في لبنان بالمرحلة الأخيرة والبعد عن الحضن العربي والبعد عن المملكة العربية السعودية؟ يا أخي، وقت اتفاق الطائف، وقت اللي أنتج الأمن للبلد من 91 لليوم، تعرف كل اللي بيحمل المسؤولية، ويجي نحن نحط المسؤولية على فلان وعلى فليتين، كل اللي بيحمل المسؤولية. والتجذبات اللي صارت بالبلد والاجتهادات اللي صارت والإخفاءات اللي صارت، الكل بيحمل المسؤولية. ليش نحن بس ولكن بنلاحظ اليوم أنه المملكة العربية السعودية عندها حليف، وهو الحليف المسيحي القوات اللبنانية، بالمقابل ما عم نلاقي في حليف عندها لا سني ولا شيعي ولا بالحد الأدنى أيضا درزي. يعني اليوم حليفة الأول والأساسي بلبنان صار معروف القوات اللبنانية، وتحديدا الدكتور سمير جعجع. نحن منا حلفة مع السعودية، نحن أبنائهم ونحن أولادهم، ونحن بدنا نكون بعيونهم، ما بنقبل حط حالنا مع حدا يعجع كحليب. نحن غير، وضعنا لتسنة بيختلف، فمشان هيك هن عم يحبوا يقرصونا شوي لحتى بركي منصحصح شوي ومنرجع منهدي حالنا ومنقلع جديد. طيب ولكن يعني اليوم في المفروض يعني لنقلع في دعم، وهذا الدعم نحن مثل ما صرنا عارفين سواء سياسي ولا مالي ولا اقتصادي ولا كل هذه الأمور. يعني اليوم إذا لم يأتي هذا الدعم من المملكة العربية السعودية، فبالتالي لبنان اليوم مثل ما شفنا بالسنوات الأخيرة. هلا شوف، السعودية عم تعطينا هلا مجال جديد، إذا ركب رئيس جمهورية وصار فيه أخذ الثقة، حيعطوا دعم أكثر من أول، حيكون دعمه مبني على شيء علمي، على شيء ما يروح بقى هدر،
حيروح بالعاطفة، حيروح لها الطائفة هيدا، هن حيرجعوا مثل ما دعمونا من الأساس دعموا لبنان. هلا بتقول هن حليفهم الدكتور سمير جعجع، أوكي عراسي مانا مختلفين، بس هن بيهموا لبنان. يعني أنا بعرف نفسيتهم، هن بيهموا لبنان. طب اليوم يعني عرفنا أنه صار في لقاءات حضرتك مع السفير السعودي وأيضا السفير القطري، وصار في عدة لقاءات وليس لقاء واحد. اليوم شو عم تسمعوا من السعودي؟ شو عم تسمعوا من السفير؟ يعني اليوم عم نلاحظ أنه في ضبابية بالتوجه السعودي لناحية تسمية رئيس جمهورية، والكل ناطر هذه التسمية. اليوم برأيك من هو مرشح المملكة العربية السعودية في لبنان؟ مرشحهم أي واحد بلبنان بيقدر يحظى على النجاح، هذا مرشحهم. هني ما عم يفوتوا بتسويات بأسماء، هني رافعين تقول البيتو على حدا. هني بيقولوا أنه أي رئيس بينجح من قبل المجلس النيابي بينتخبه، وبيكون بيعطي الثقة، وبيكون عنده التزامات مع نفسه اتجاه وطنه واتجاه الدول الغربية والعربية، فهذا بيعتبروا أنه هني من عهدهم من وفائهم ومن دعم، حيكون في دعم للبنان ليس له نظير. طب سعادتك إذا بدي أرجع شوي للمرحلة الماضية، يعني اليوم وقت ما إجا الرئيس عون إلى سدة الرئاسة، في البداية كانت المملكة العربية السعودية معارضة، بتعتبره أنه هو مرشح الثنائي الشيعي. اليوم دخل، بس هجو رح لعندهم واستقبلوه، وهي كانت الزيارة الوحيدة، يعني طبعا التجاذبات الكبيرة اللي كانت على صعيد العالم العربي والفارسي، نحن كنا عم نتبع ثمنه هون. طب يعني هذا اللي هذا بأكد يمكن الكلام اللي كان يقوله الرئيس سعد الحريري، انه اليوم نحن عم ندفع ثمن هذه التجاذبات. اكيد اكيد سعد الحريري من اول الضحايا اللي كان لهالموضوع، كان ضحية الخلافات الكبيرة. طب اليوم يعني المقصد انه نحن اذا رجعنا لعهد الرئيس هون، بنلاحظ انه المملكة بالبداية كانت رافضة، يمكن رجعت رضيت لانه صار في ضغط من قبل الرئيس سعد الحريري ومن قبل الدكتور سمير جعجع ليقدروا يمشوا، انه شوفوا نحن بنقدر نغيره. اليوم اثبتت التجربه معه انه ما تغير ومشي بالخط الثاني، فادارت المملكه العربيه السعوديه ظهرة عن لبنان وسقط لبنان. ايه، لانه خلال التعامل والتجربه مع الحقبه تبعت عون سقط بعده امتحانات مع السعوديه، فالسعوديه دارت ظهرة بنقيه انا. طب اليوم إذا ما ممكن يتكرر هذا السيناريو اليوم مع مرشح جديد، وأقصد هون سليمان فرنجية؟ هلا ليك بدي أقول لك أنه أنا هلا ماني بصدد روح أحكي عن مزايا سليمان فرنجية شيء، ولا عن مواصفاته، ما بيجبتي أنا أحكي عنه. بس ولكن حضرتك بتأيد وصوله؟ لا يخي، هلا ما حأحكي شيء، هلا أنا بالأول حكيت اللي حكيته. هلا بانتظار الحسم وبس يفتح مجلس النواب حتى كتر حيجتمع ويقرر مين. فشو بدي انا هلا انه مواصفات الرئيس، يعني هو طبعا اي رئيس جمهوريه صار بيعرف شو المطلوب منه وشو المطلوب له وشو المطلوب عليه، يعني فبده يقدم كثير من الجهد، بده يكون رئيس حيوي يشتغل ليل ونهار، حتى العجز اللي صار والتبعيين تبع 6 سنين مروا علينا معاهد هون، صرنا هلا سنه 7 تقريبا. صحيح، هلا 7 سنين هدول عم ندفع مثل ما بيقولوا دفعنا ثمن غالي فيه. نتمنى لما يجي الرئيس يكون بيقدر يقلع ويسكر العجز اللي هو وقعنا فيه نحن. طب تكتل الاعتدال الوطني اليوم عم تنزلوا كنتوا على الجلسات السابقه ولكن ما عم بتسموا، بنضل لبنان الجديد صح، ولكن ما عم بتسموا. صح، اليوم بظل التغيرات اللي صارت بالمنطقه عم بتقلي صار عندكم اسم، يعني حتنزلوا باسم حتسموا خي الاسم اكيد. طب مين هيدي الشخصيه اللي بتسموها؟ بنحكيها وقتها، هلا ما حنحكي شيء. هل ممكن يكون سليمان فرنجيه؟ من الخيارات الموجوده. طب اليوم يعني اذا نرجع شوي للمرحله الماضيه، شفنا اطلاله لسليمان فرنجيه بمناسبات عديده. اليوم كيف قريت خطابه؟ هل اصبح خطابه بهالمرحله عم يتماشى مع يعني الجو العربي الجديد يلي موجود بالمنطقه؟ شوف لك، ما فيك تحكم على شخص إلا ما يستلم. يعني هلا أنا بقول عنده إيجابية، عنده مصداقية، عنده صحيح، بس ولكن يجي يحكم عليه من هلا إنه هو حيتمشى، أكيد أنا بريد يتمشى، لأنه انتبه من دون تماشي مع الوطن العربي بيعد البيت أشرف له، كان هو أو غيره. اليوم إذا ما في حضن عربي محتضن الرئيس الجمهوري عنا، ما في نجاح للبنان، ما في إنقاذ للبلد،
ولا حيصير هذا البلد. طب حضرتك بتعتبر المرحلة المقبلة بدنا رئيس مواجهة أم رئيس مواجهة مع مين؟ مواجهة يعني رئيس تحدي إذا بدك بيفرضوا الفريق الآخر. هلا هون الفريقين بده يعتبروا انه نحن كنا نتاثر بالخارج، هلا ما بقى في خارج، خارج كله متفق ببعضه، نحن بالداخل، علينا نحن نقدر نلاقي قواسم مشتركه بين بعضنا لننتج رئيس جمهوريه. نحن بالاول كان كلها شو هي؟ بسبب الخارج يصير عندنا هون تحدي، رئيس تحدي وما رئيس تحدي، وخطابات وشعارات وهذا يصف ورا هذا وهذا يصف ورا هذا. هذا الاستفافات تعمل الخراب بهالبلد وتشقف البلد وتدمر البلد. فنحن طلعنا من الاستفافات الخارجيه كليا. صار هون اصطفاف محلي، هالاصطفاف المحلي لازم نستفاد نحن من الحرب ال 75 لليوم انه نحن داس راح خلينا نقول شهداء، كل اللي ماتوا باتجاه القضيه تبعهم كل واحد بيعتبر حاله شهيد، فحنعتبره شهيد، هالشهداء اللي راحت صدرين نحن نروح هلا شهداء جديده حتى نرجع كل واحد يغني على ليلى ما بيصير. طب اليوم لازم نستفاد نحن من الماضي. طب هذا الاستحقاق برايك اليوم داخلي ام خارجي؟ يعني قراره داخلي ام خارجي؟ يعني انتم كنواب الخارجي انا برايي برايي الخارجي عطى الضوء الاخضر، يعني عمل الاعلان انه اللي عم يحط حجي فينا ما حدا يحط حجي فينا، نحن رافعين البيتو عن كل مرشح، يعني خاصه السعودي، يعني ما نقول السعودي كان يعتبروا انه في بيتو على سلمان فرنجي. اليس هذا موقف؟ عملوا رساله، عملوا رساله انه نحن ما عندنا بيتو على حدا. اليس هذا موقف ضعف؟ وراي علني، رساله علنيه. اليس هذا موقف ضعف؟ لا بالعكس، بالعكس موقف اللي حتى مشي هالبلد. طب تسمي اليوم المملكه وهيك بتريحوا، لانه حتى في نواب. لا 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 تسمي تفوت نحن بوضعنا الداخلي، ليس حتى يصير وكانه وان نحن ما مشي الا بالتوصي، يعني مشان تعرف، ولكن نحن خلينا اليوم بظل هيك مجلس نواب مقسم قسم اثنين ثلاثه وما حدا بيقدر يجيب رئيس جمهوريه الا ما يصير في توافق معين، بده فريقين حتى يمشي البلد. أو إذا اتفقوا ثلاثة وفي صعوبة، بس بدك فريقين يتفقوا ببعضهم حتى يمشي رئيس جمهورية. مشان هيك إنه ليش يسموا؟ يعني أنا بالعكس أنا بحبذ إنه هن ما يسموا حتى يفوتوا بالتسمية أبداً. طب طب الفريق الآخر بالمقابل يعني حلفائه بالمنطقة ما عم بيسموا؟ يعني اليوم نحن عم نلاحظ إنه في القرار الفرنسي إذا بدك أو الجهة الفرنسية اليوم عم بتقاتل كرمال تجيب سليمان فرنجية وعم بتحاول خيار أخذوا خيار هن، يعني في خيار بالنهاية. طب لماذا السعودي ما بده يقدر الخيار؟ السعودي خيار ويقف مع كل لبنان، بس ما بده يفوت بالتسمية. الفرنسي عم بيروح ليقنع السعودي، عم ينسه هو وأقنع السعودي إنه لا نحن بنضل إيدنا بالبلد لإنقاذ هالبلد، بس ما نمشي رئيس جمهورية ما هيك ما. طب بس سؤال، ليش الفرنسوية هذا الشيء اللي عم ينطرح دائما، ليش الفرنسوية مصرين على سليمان فرنجية وليس على اسم اخر؟ يا اخي هلا نحن عدنا مع الفرنسوي، يعني انه ما قصد مصرين، يعني بيهمهم يصير رئيس جمهوريه اليوم قبل بكره، بس بالمبدا انه عملي عندهم حساباتهم الخاصه وطلع معهم هذا الراي، هن على اساس يركبوا رئيس جمهوريه ورئيس حكومه. نحن عند السعوديه ما شفنا هيك، عند السعوديه مركزين على انه هلا يصير رئيس جمهوريه من دون تسميه ما سموه، وقالوا رئيس حكومه بيسمى بهدوء، يعني ما فيكوا بالتقسيم هيدي بالذات، يعني انه لا فلان هيك وفلان هيك. طب اليوم بتعتقد يعني بعد القمه العربيه، على الارجح انه اليوم الملف الرئاسي جمد ورحل الى ما بعد القمه العربيه، هل بتعتقد اليوم بهذه القمه يعني رح تطلع اذا بدك جو او رح يطلع جو معين باتجاه رئيس معين؟ ما حيسموه، خذها مني. كل الدول العربيه والاجنبيه وحتى يفوتوا هيك مثل الفرنسيه او الامريكان ما سموه، وبيقولوا نحن مين ما اجى رئيس جمهوريه نحن بنرحب فيه وبنشتغل معه على اساس انه هن اللبنانيين انتخبوه، ما عندهم اشكال. سعادتك هذا كلام دبلوماسي نحن بنسمعه بالعلن، ولكن بالاروقه الداخليه لا، في كلام اخر، يعني هذا الكلام بينحكى للاعلام. بالاروقه الداخليه والله ما قالوا لنا شيء بعد، لحتى اقول لك ما حستحي فيهم يعني. طب اليوم ما حطوا له مخصص يعني التخصيص. طب اليوم كمان حضرتك اجتمعت مع المفوض القطري واجتمعت ايضا مع السفير القطري، أجواء قطر كيف؟ وخصوصا أنه هون بدنا نقول أنه قطر كانت رافضة عودة إذا بدك سوريا للحضن العربي، يعني في عم تتميز بمحل معين اليوم. هل يعني بما يخص لبنان اليوم إذا بدك المنحة القطري مع المنحة السعودي يعني باتجاه واحد؟ في تفاهم لأبعد الحدود بين بعضهم، وأي حركة بيقوم فيها القطري بحط السعودية بالجو، والسعودي اي شيء بيصير معه بينسى مع القطري. طب يقال انه بعدنا عم نحكي، يقال انه القطري
صار في تداول بالأسماء وقت ما حضرتك اجتمعت فيهم. صحيح صحيح، ذكروا سامي أفريدي، يوزيف محافظ الألقاب، يوزيف هون، نعمة فريم، جهاد أزعور، يعني بس ولكن حكي. بتأيد اليوم وصول جهاد أزعور إلى سدة الرئاسة؟ يعني ممكن تقول إنه اليوم نحن هذه المرحلة بحاجة لعقل اقتصادي يدير هذه المرحلة أو عسكري أو دبلوماسي؟ لكن الفكر اليوم اللي بده يدير هالبلد هو توافقنا بين بعضنا البعض. يعني اليوم بتذكر وقت اللي استقال الرئيس الحريري قال اعطوني 6 شهور تكون حريه الحركه معي لحتى انقذ البلد، بتذكر هيدي؟ نعم. ووقتها كل المؤامره علينا نحن يعني للاسف يعني. فللاسف ما حدا اعطى له ايده، واليوم اذا بيجي رئيس جمهوريه وما حيكون بتعاون معه ما حيعمل شيء. وليجي رئيس حكومي وفي حكومه كامله وتكامله واحلى شبوبيات واحلى شخصيات واحلى نوعيات، اذا ما في مثل ما بيقولوا طلق اليدين حتى يشتغلوا، انا برايي ما حدا بيعمل شيء. البلد صعب ما بيمشي الا انه نحن ما نعمل، ما نحط عصي بدولي لبعضنا البعض. طب سعادتك في مرحله اليوم عم تمرق فيها المنطقه ولبنان يعني جزء من هالمنطقة، جزء من هالمنطقة، ولكن وضعه استثنائي. يعني اليوم بعد الانهيار اللي صار، بعد التفكك وانحلال الدولة بمحل معين، طب اليوم حضرتك الرئيس اللي بده يجي كيف بده يكون؟ هل عسكري؟ لأنه هاي المرحلة بتقتضي أنه يكون في عسكر، وهذا إذا بدك نظرية عم يطرحها البعض. مش مع الدولة ما بقى يدعم شيء اسمه عسكر. يعني هون حسبت انه اسهم قائد الجيش، هلا قائد الجيش بده يفوت بالسياسي، قائد الجيش بده يفوت بالعسكر حبيبي، بس بس يعمل رئيس جمهوريه سقطت عنه العسكريه، بس بس يكون حكم عسكري. لا بس يكون حكم عسكري وهو قائد جيش ويقول انا هيدي البلد تمشي هيك بالحكم العسكري، بقول عسكري. بس اليوم اذا انتقل عماد يوسف عم قائد الجيش لرئيس جمهوريه ما بقى عسكري، بس جاي من خلفيه عسكريه، ولكن كله عم يجي من خلفيه عسكريه. ما بشوف ما بيخدها هيدي، انا بيخدها بانه الخلفيه العسكريه بتغير او بتصلح او حيقدر يطبق الخلفيه العسكريه انه اذا فلان بده قوه يقدر يعمل عليه قوه او شيء. هذا موضوع يعني نطلع منه، بدها تيجي الخلفيه الدبلوماسيه اللي فيها معنويه يعني ومسنوده، يعني لا عسكريه ولا اقتصاديه، ولا اقتصاديه، بدها تكون تيجي شخصيه عندها حضور وعنده وجود على الارض والى يعني ستيفن فرنجي ما بعرف، لا ما بعرف. انا ما عم سمي حدا، يعني نحن قلنا نعمة فريم اقتصادي محفوظ الاقطاب طبعا، عسلمته ولكن اقتصادي، عقل اقتصادي. نعم. 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 جهاد أزعور عقل اقتصادي. نعم. قائد الجيش انت عم تقول عسكري. لا احنا عم نصنف، نحن عم نحاور، نحن التكتل تبعنا اسا ما قول كلمته بس يقول لا لا بقى لك الحظ حديث. طب يعني اليوم حضرتك عم تدعي لفتح المجلس النيابي ولتنزلوا كنواب، طب اليوم هل فيكم تنزلوا كنواب اذا ما كنتوا متفقين قبل على اسم؟ بننزل نحن ومنشارك ومنصارع من جوا ومنضل من جوا ومنفرض راينا من جوا، من برا مثل الحرام غيرنا قاعد شهور بالمجلس وما حدا عم يسمعه. طب سعادتك حضرتك مع انه انا يعني قلبي معهم، يعني اول يوم نزلت معهم بس قرأتها قراءه معينه لقيت انه لا الافضل انه ما تكون معهم. ما تكون زين، ليك محل بدي احكي ما تكون فيه. لا طب اليوم البعض ما عم يقدر يصنفكم، هل انتم موالات هل انتم معارضه؟ خليهم ضايعين، هذا المطلوب. طب اليوم تكتلكم اين؟ هل بصف لبنانيين حرين مستقلين اللي بدك المواصفات اللي نحن ضمينا مرتاح فيها نحن فيها؟ طب على الارض كيف بتنصرف وبالسياسه كيف بتنصرف؟ بس يصير في موقف نحن بنحدد موقفنا، ولكن صار في جلسات وحضرتكم ما سميتوا، شاركنا لبنان الجديد، شاركتوا ولكن ما سميتوا، سمينا لبنان الجديد لانه ما في لا يمين ولا شمال ولا في حدا قادر يسمى رئيس جمهوريه. اللي اخذ 40 صوت هون واللي اخذ 50 صوت هون شو استفاد؟ بس ولكن عملك مجلس نيابي صعب. طب أليست هذه لك علي، أليست هذه اللعبة الديمقراطية؟ ديمقراطية حتى رأينا نحن أنه نحن ورقة بيضاء عم تقرب، يعني ما تنسى مع ورقة البيضاء هونيك نحن مشان نكون نحن حرين مستقلين. طب اليوم إذا دعا الرئيس نبيه بري، نعم حننزل ونشارك، رح تنزلوا ونشارك بس يصير في تسجيل لعيونك ساعتين حنسجل اسم؟ لا ما في اسم، أنا شبع مع بعضنا، أنا بحكي لوحدي ما معقولة. بس ولكن حضرتك بتمثل التكتل بشكل عام. ومن بيمثلوا؟ كل واحد منهم بيمثل التكتل منه. طب الأجواء لوين رايحة؟ لأي الأجواء إن شاء الله ما ننتخب رئيس جمهورية. طب عندي سؤال واعذرني على هالسؤال. يعني عم نحاول نطلع منك الاسم ولكن اليوم إذا المملكة العربية السعودية
ما بدها استيمان فرنجية. نعم. أوحد إنه ما بدها استيمان فرنجية. نحن مع السعودية. حضرتكم تنزل بتصوت لاستيمان فرنجية. نحن مع السعودية. يعني ما بتصوت لاستيمان. مع السعودية. طيب بتأمنوا النصاب؟ من أمر النصاب مشتغل نحن ولا ممكن نحن يقدين عهد على نفسنا تكتلنا واللقاء المستقل ولا ممكن نحن نعطل النصاب. طيب إذا طلبت مما يرأي جمهوري إذا طلبت المملكة تعطيل النصاب لهدف معين ما بتطلب. طب بحال طلبت ما بتطلب يا خيي. طب شو ليش بدي حال بدي طب لا بحال طلبت تعطيل النصاب ما بدي هذا المرشح مننزل بهالموضوع ما مننزل. طب اليوم ملفات عديدة أمام اللبنانيين غير ملف الاستحقاق الرئاسي طبعا بدأ من الاستحقاق الرئاسي ولكن في استحقاقات عديدة وفي ملفات عديدة يعني اليوم ملف النزوح السوري كمان من الملفات يلي صارت تقيلة على لبنان وشفنا بالفترة الأخيرة التحركات يلي صارت. هل تعتقد اليوم عودة سوريا إلى الحضن العربي رح تساهم بتخفيف عبء النزوح بشكل عام على على لبنان؟ لكن التفاهم العربي أنا بوعاله وكان في السعودية وسوريا ومصر وكانوا مع بعض مرتاحين يتفاهموا في كتير ممكن تتحلحل بالدول العربية. وهلأ إذا السوري بيرجع للحضن العربي بيرجع برأيي إلا بيلاقوا قواسم مشتركة ويساهموا كتير بشكل نطلع من الأزمة فيها اللي هي النازحين. هل تعتقد اليوم مع انه الامريكان هن كيمشين اللعبه يعني طب هل تعتقد اليوم انه هذا كان السؤال اللي بدي اساله انه الولايات المتحده الامريكيه رح تقبل بعوده النازحين السوريين الى سوريا؟ والله في احدى المرجعيات العربيه اول ما تعذبوا شو بدهم الامريكان بده يصير يعني انه بدها شويه نفس بدها اخذ ورات وبدها تعاطي بده الواحد يوصل الفكره وبدنا تدخل معنا ايادي كبيره حتى يعني الامريكان يسهلوا معنا. طب ولكن يقال انه اثناء زياره وزير الخارجيه السعودي الى سوريا تم البحث مع الرئيس السعودي بملف النازحين وملف الحدود يعني والكابتاجون والى ما هنالك ونحن عم نلاحظ اليوم فور اعلان عوده سوريا صار في حرب على الكابتاجون صار في حرب حتى من قبل الدول العربيه اليوم لتحمي حدودها. لك هيدي بعتقد من ضمن الخطة كل دولة هي بتعمل مثل ما بيقولوا خطة أليف وخطة بي وخطة بتكون هيدي من ضمن لحتى يكون عليه الالتزامات السوريين يأمنوا حتى يكون هني عندهم مطلب بالدنيا كمان أكيد. طب هل تعتقد أنه الرئيس السوري بشار الأسد رح يلتزم بالشروط أو المقررات يلي حكيت بالجامعة العربية؟ إذا ما بيلتزم فيها بيتبع تمنى يعني ما حتكون ما حترحموا الأمور يعني يعني ما تفكر يعني حدا على راسه خيمه ونحن شفنا بالفتره اللي مرقت كل الدول العربيه اللي بده يكون يمشي بعكس الموجه ما الا الا بيكون بيتاثر فيها يعني ما حتكون مرتاح اجباري لازم يلتزم. طب اليوم سعادتك يعني بتعتقد انه هيدي المرحله هي مرحله رح تكون انعكاسها ايجابا على لبنان عم بحكي من الجانب السوري او رح يتم يعني في نظريه بتقول انه رح يتم إذا بدك يعني الانتقام من كل أعداء سوريا يلي كانوا موجودين بلبنان وهناك تخوف أيضا من يعني إحكام اليد السورية على الملف اللبناني مرة جديدة بتخوف من هذا الموضوع وشو رأيك بهذه النظرية؟ هي نظرية بالواقع موجودة يعني طول عمر السوري له يد بلبنان ورغم أنه بالفترة طلع فيها وما تدخل عم يكون عنده هون إله عيون وإله يد بس وليك متمنى أنه على الرئيس السوري يتعاطى مع اللبناني إيجابيا وما يعتبر إله عداء ويفتح صفحة جديدة مع الناس كلها حتى هو يرتاح لأنه بالنهاية كان هو بده يرتاح لأنه ما تفكر أنه إذا أنت أخوك منه بخير أنت ما حتكون بخير. ولكن هل الرئيس السوري رح ينظر لهذا الموضوع مثل ما حضرتك عم تحكي؟ خي بسأله لإله أنا والله بحكي عنه يجاوب عنه وما بعرف. طب يعني بتمنى الخير للكل أنا لسوريا وللبنان وللشعب اللبناني والشعب السوري. طب قديش اليوم لبنان رح يدفع ثمن هذه المصالحة إيجابا أم سلبا؟ لا بالعكس إيجابا إذا النوايا سليمة بالعكس نحن بنستفاد منها إيجابيا لأنه نحن بنعرف إنه الشعب اللبناني ما في عيش بلا الشعب السوري. وقت بيكون في امن وامان واستقرار وحركه وازدهار لانه كثير في عندنا مثلا بعرف محل الالبسه هيدا عم اقول لك واحد بس انه بيعتبر كان الشعب السوري هو يمشي نعم يعني يجيب بضاعه كويسه نظيفه مرتبه على الاعياد مثلا ضل شهر يشتغلوا لهم بس
بتعطي ايجابيه شوف الوضع الاستقرار الامني والسياسي والامن الغذائي والحركه الطبيعيه بتعطي رياح للبلدين. طب كيف نظرت لملف النازحين السوري؟ بدي ارجع شدد على النقطه. يا اخي الملف كبير اكبر من انا احكي فيه يعني اكبر من اللي ولكن انتم كتله بالبرلمان يعني نحن حيكون لنا راي بس يكون اي شيء نعرض على البرلمان حيكون لنا راي ونحن مع عوده النازحين العوده الامنه. ماذا تقصد بالعوده الامنه؟ يعني انه يكون في حدا ضامن بسوريا انه هل بده يروح من هون يكون محفوظ طب برايك اليوم مين بيتحمل هذه المسؤوليه؟ يعني اليوم نحن عم نسمع دائما بالاعلام هذا الموضوع انه عوده امنه للسوريين، طب اليوم مين بده يضمن هذا الموضوع عند النظام السوري؟ خيف يعني اليوم الانفتاح العربي التواصل العربي لابد ما يصير في قنوات يكون هن لاعبين دور ايجابي. هل ستزور سوريا؟ بعد ال 2030 ان شاء الله. بعد ال 2030؟ لماذا هذا التاريخ بالضبط؟ بتكون الامور استقرت، النفوس ارتاحت، الناس الخيار صح، بكون اذا رجعنا رحت درسنا لهون يكون ضامن مرتاح، اذا الله اعطانا عمر. طب اليوم اذا طلب منك من الحكومه اللبنانيه او من وفد تشكل وفد لبناني لزياره سوريا ضمن هذا الوفد، حضرتك بتشارك؟ بدرسها بوقتها بدرسها. ما عندي جواب هلا. يعني ما عندي عداء مع سوريا يعني بس مدرسة يعني ماني ما فيني جواب ايه او لا هلا بدي اشوف ليش بدي اروح. طيب سعادة النائب رح ننتقل لفقرة جديدة وهي فقرة أنت متهم، اليوم وليد البعريني متهم بأنك عم بتتاجر بقضية الموقوفين الإسلاميين والدليل على ذلك أنه فقط هذا الموضوع عم ينحكى بالإعلام أما على الأرض فما في شيء منه، كيف بترد هذا الاتهام؟ لك ملف الموقوفين يخدعنا النازحين موقوفين ما يسمى الاسلاميين يعني شوف الاسلام بريء من اي عمل غلط نعم بس ولكن نحن هالتهمه عم يلبسونا اياها اي واحد بحبه دغري لبسوها التهمه وبيفوتوا على بيت خالته هذا الملف انا عم اشتغل فيه حقيقة بمنطق وبهدوء وبرواء وقت عيام الشيخ سعد عمل شيء اسمه ملف العفو وصلنا تقريبا لخواتيم سعيدة كنا مثل صغيرة حنوصل لمحل وهالناس تاخذ حقها اللي كان ملوث بالدم يضل جوا واللي منه ملوث بالدم يطلع ولكن ملف خلدي رجع فتحنا باب نحكي فيه بقوة أنا قيادة الجيش ومديرية المخابرات أنا كتير كنا لها الاحترام وضرب لها التحية بهذا العمل اللي عم يتعاطوا وعم يسمعونا تماما وفي فريق من النواب طيبين عم يتعاطوا مع الملف مع قاضي جيش والمدير المخابرات ونحن كلنا سوا فرد موقف اما اليوم عرض الازياء لنزل على الارض واعمل حركات واريجين انه انا عم اتحرك وما اوصل لنتيجه بعتبر حالي ما اشتغلت ولا بدي انا اتصور انه انا شو عم اعمل فهذا الملف انا بعتبر اذا هلا بعد الموضوع خلدي وفتح باب وفي حلول انا بعتبر الحق اهلنا وصل لهم وانا بدعي لهم بالخير ولا بدي حدا لا بدي يتشكلني بالعكس انا بروح بهنيهم ولا يقولوا انا ما اشتغلت ما بدي هذا الموضوع انا اعلن شيء فيه لانه في ناس مظلومه ومليار بالمئه في ناس مظلومين وللاسف ما عندنا دوله تحترم انه اللي بينظلم عنا اللي بينحبس سنه وسنتين وثلاثه وهو بريء ما في شيء حدا بيعوضه عنا يعني معنا الدوله تعرف انه هذا الانسان انظلم لازم يتعوض له هالسنين اللي فاتت عليه فمشان هيك انا برجع بقول لك تحرك في شغال عم احكي محل اللزوم وين فيني وصل صوتي وما عم قصر وانا وزملائي تقريبا هذا الملف يقدروا على محمل الجد وماشيين في بيئه اليوم وليد البعريني متهم بانك طعنت الرئيس سعد الحريري وشقيت الصف السني بترشحك واليوم عبر تشكيل حاله سنيه معينه كيف بترد على هذا الاتهام؟ والله انا بتمنى هذا السؤال ينسال بقى للشيخ سعد اذا انا هيك عنده هذه الرؤيه هو ياخذها هيك انا بيهمني هو وبحترم جمهوره كمان طبعا اذا بيعتبرني هيك حقه ساعتها بعتذر وبقول لانه انا لحد لو خير الشيخ سعد انا بالطبيعه لحد حضرتك التقيت فيه بس اجى على لبنان شفته كيف لك يعني. كيف كان اللقاء؟ ودي احترام محبه انا بحبه بعد ما تعرفت عليه بحبه جدا 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 ما فيني انكر هذه المحبه لإله بس ولكن اذا هو بيعيد هذه الفكره انه انا طعمته بداره بسكته هل ممكن
أن يعود الرئيس سعد الحريري إلى عمله السياسي؟ هو معلق العمل السياسي تعليق، أنا بأي لحظة بفكر ما عندي فكرة. طيب اليوم وليد البعريني متهم بأنك، واعذرني على الكلمة، زلمت الرئيس مئاتي وبتأتمر بأوامره، كيف بترد على هذا الاتهام؟ لو ما بحبك كنت بقول لك وقف الحلقة، بس ما بحبك ما حقلك شيء. اعذرني أنا خلقت حر وبعيش حر وموت حر إن شاء الله. طب غيرك محل علاقتك بالرئيس مئاتي ليش هيك بيصور من الاول احسن هلا من الاول بالعكس انا بالعكس انا لو ما حدا لعب دور ايجابي بيني وبينه بالعكس على الاخر للسماء بس حدا لعب دور والعكس الزلمه موجود وبموقع رئاسه حكومه وانا بسوى اتعامل معه بكل ايجابيه بكل احترام شو عدوي الزلمه اليوم كيف العلاقه وهلا منيحه الحمد لله كثير منيحه وهلا بدي احسنها اكثر رد على هالكلام وبدي على بكره اتصور معه بكره 11 ونص شو صورتي معه رح ننتقل لفقرة جديدة وهي فقرة مع أو ضد. اليوم وليد البعريني مع أو ضد وصول قائد الجيش إلى سدة الرئاسة إذا اقتضت الحاجة؟ بدك تشوف إذا لوحده إيه معه ما عندي إشكال، إذا ما في مرشح غيره معه ماني ضده. يعني مع وصول العسكر؟ منو عسكر بس رئيس الجمهورية سقطت عنه العسكر. ولكن يعني إذا عمل القائد عسكري وحكم عسكريا بقول لك إذا معه ولا ماني معه. طب هل إذا وصل رئيس الجمهورية ما بقته عسكري. يعني بفهم منك هل أنت مع كل قائد جيش يكون لا مرشح لا 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 ماني هذه هي القاعده هي اللي لا عم تفكر هيك لا لا ماني معها هيك انا مع وصول رئيس بيسهل يوصل بس هيك اليوم وليد البعريني مع او ضد فتح مطار القليعات مطار القليعات هذا من ماشي بعروقنا بدمنا من اي ناحيه انه نحن اي رئيس جمهوريه بده يجي اول شرط تأييدنا ليله هو ملف فتح مطار القليعات اي رئيس جمهورية عم يقعد معه اي شخصية محتمل يصير رئيس جمهورية من ضمن شروطنا هذا الملف ومرفق العبدة طب اليوم من يعيق فتح مطار القليعات يعني كل هالمرحلة نحن كان ممنوع ينفتح هذا المطار لكن في عندك الدولة العميقة هيدي بتبقى في صعوبة الوصول لإلها عم نحاول نوصل لحتى ناخذ حقنا منهم يعني كثير هالدولة العميقة هي مزعجة وظلام وما حنحكي أكثر من أحسن من نسيب الكلام طيب اليوم وليد البعريني مع أو ضد عودة سوريا إلى الحضن العربي؟ لا بالعكس مع العودة ومع ترجع الحقوق السوريين يرجعوا هيك يعيشوا مع بعضهم مع أنه صار في جرح عميق جدا وصار في مثل ما بقولوا دم ووصل مثل ما بقولوا وصل للركب بقولوا بتمنى ترجع هيك الامن والامان لسوريا لانه سوريا ام الفقير وليد جنبلاط قال هل حدا سال الشعب السوري اذا هو بده يرجع للحضن العربي يعني انا سؤال كبير اي شعب ليش نحن اوقات للاسف يعني بس كنت انا بدبي شيء 20 سنه يمكن وكنت راكب مع شوفير سوري راكب تاكسي ففهمت منه انه تارك بلده كنت سوريا بعزة وبأمنة وأمانة كنت شايف انا شو صاير بالعراق شو صاير بلك خيي لك والله بلك نتندموا انه نحن بنعرف نحن اليوم الكرسي غالي علينا بنروح شي مليون قتيل حتنضل على الكرسي هذه موجودة وين ما كان متفكرها يعني انه موجودة بس بسوريا كل الدول العربية موجودة للأسف يعني فمشان هيك وقت شفته هيك بقلبي قلت خلص زلمي ترك النظام وبلش مثبت بالنظام الذكر دغري لبنان انت يا رب لبنان ما نوصل لهون لو سمح الله تسيب بلدنا وليك بعد سوريا بعد 2011 خربت يعني خي اليوم الشعب بس ولكن الشعب كثير تأذى الشعب السوري بهالمعركة ها وش الدم هل حيسامح الدول العربية؟ هل حيسامح الدول الخارجية؟ هل حيسامح نظامه؟ هذا السؤال يعني بمحل معين كلنا سوا شو ما حكيت ما حتوصل لشيء لنتيجة شو ما حكيت هون الله سبحانه وتعالى بده ياخذ دوره طبيعي بقى بياخذ حق من كل ظالم طيب رح ننتقل للفقرة الأخيرة سعادة النائب بدي من حضرتك تطلع بكاميرتك بدي سمي لك شخصيات بدك يعني توجه لهم يا رسالة أو نصيحة ماذا يقول اليوم وليد البعريني للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري
بقول له الله يعطيه العافية، بتمنى يكسب حضور أكثر، يكسب جهود أكثر، يساعدنا على إنقاذ اللبنانيين من هالمأزق اللي احنا فيه. ماذا يقول وليد البعريني لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع؟ والله أنا دعيته الصباح وهلا بدي أعبر الحلقة تبعتكم إنه يعيد النظر ببعض المواقف ويكون شريك بإنتاج رئيس جمهورية. ماذا يقول وليد البعريني للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؟ هلا الخطابات اللي عم تطلع بقى صارت راي أو هادي، إن شاء الله بنكمل هيك ونوصل لنتيجة بهالبلد. عضو تكتل الاعتداد الوطني النائب وليد البعريني بشكرك على هالمقابلة. كمان نحن أهلا وسهلا فيك وشرفت. شكرا لك. متابعينا الكرام، إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، تصبحون على ألف خير.